ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم. يعني مؤتمر مهم في توقيته وفي أجندته، ضعنا في التفاصيل وإلى أي مدى لخص لنا المؤتمر الحالة الصحية والمنظومة الصحية في إفريقيا، ما بين المعوقات وبين الحلول من خلال الشركاء الحاضرين في هذا المؤتمر؟ تفضل. نعم، بالفعل هو مؤتمر خاص من نوعه، وهو الأول من نوعه هنا في القارة الإفريقية. هذا المؤتمر الذي جمع جميع أو معظم ربما ممثلين الهيئات الحكومية وأيضا رجال الأعمال والقطاع الخاص والمتخصصين أيضا في المستلزمات الطبية والرعاية الصحية وفيما يخص الأطباء والدواء. ربما يعني الاستراتيجية الخاصة بالقارة الأفريقية، استراتيجية التنمية المستدامة 2063، هذه الاستراتيجية التي تهتم بالعديد من الملفات لتنمية القارة الأفريقية بشكل عام، ولكن على رأسها بالطبع هو ملف الصحي، وهو بالطبع خصوصا بعد الفترة الأخيرة وتداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل كبير جدا على العالم، ولكن أيضا القارة الأفريقية كان لها نصيب خاص من التأثير السلبي بسبب جائحة كورونا. لذلك كانت مصر لها الرؤية الخاصة في هذا المؤتمر لاستضافته للمرة الأولى لدعم التعاون الإفريقي المشترك بين الدول الإفريقية، وأيضا وصول للحلول ومحاولة حل العقبات والمشاكل التي واجهها القارة الإفريقية. ربما من أهم هذه الخطوات هي تخزين اللقاحات فيما يتعلق بفيروس كورونا، ولكن أيضا العمل على تخزين اللقاحات بشكل عام، والتبادل الثقافات وتبادل أيضا الخبرات الطبية بين الدول الإفريقية. نتحدث عن أن مصر من الدول الرائدة التي عملت على تخزين اللقاحات والعمل أيضا على تصنيع اللقاحات في حد ذاتها، سواء الخاصة بفيروس كورونا أو حتى غير فيروس كورونا. هناك أيضا أفريقيا، يعني ربما الدول الجنوبية بالقارة الأفريقية اشتهرت بسبب الغابات بوجود العديد من الأمراض المستجدة دائما، لذلك وجب التعاون المشترك بين الدول عن طريق التبادل ولتفعيل هذه الاتفاقيات الخاصة بالتعاون المتبادل بين الدول الأفريقية. لابد من وجود أرضية مشتركة على أرض الواقع، منها البنية التحتية والطرق للتواصل بين الدول الأفريقية، ومن أهم هذه الطرق هي المؤتمرات التي يتم بالطبع حضورها مثل هذا المؤتمر في مصر، وهو بالطبع هدفه الرئيسي ونحو الابتكار، أو بوابتك وعنوانه بوابتك نحو الابتكار والتجارة. ومن أهم الطرق أيضا هو بالطبع طريق القاهرة كيب تاون، وهو الطريق الذي يصل أكثر من 11 دولة إفريقية، وسيكون أيضا جزء خاص في توصيل الأدوية وبالطبع المستلزمات الطبية والمستلزمات الصيدلانية والمستلزمات الخاصة بطب الأسنان. لذلك عدة محاور. وأيضا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه اليوم للمعرض والمؤتمر عن المياه وأهمية التعامل مع المياه والتأثير السلبي والإيجابي للمياه وكيفية التعامل مع الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، وأيضا عن ما تفعله مصر خلال الفترة الماضية من يعني تحلية للمياه لتكون صحية على قدر الإمكان، إما لاستخدامها في الزراعة أو حتى لاستخدامها للمواطن بشكل عام المصري والإفريقي. نتحدث أيضا، هذا يسمى المعرض والمؤتمر، هو معرض، أن هناك معرض خاص بجميع الشركات الخاصة كما ذكرنا بالمستلزمات الطبية المستلزمات الصيدلانية، أيضا الرعاية الصحية المتكاملة بشكل عام، قطاع خاص، رواد أعمال، ممثلين للهيئات الحكومية الإفريقية، وأيضا العديد من الدول في الشرق الأوسط ليعرضوا منتجاتهم المبتكرة والمختلفة، وهو أيضا يعد فرصة للتبادل للأفكار وأيضا فرص تسويقية وفتح أبواب تسويقية جديدة بين هذه الدول بشكل عام، وهو بالطبع تحت العنوان المهم وهي التجارة الطبية بين الدول الإفريقية. أما هو مؤتمر لأنه سيكون هناك أيضا مؤتمرات خاصة، أكثر من 18 مؤتمرا على مدار 3 أيام يناقشون فيها بالطبع الحالة الطبية
الطبية الخاصة بالقارة الإفريقية، وهناك خلال هذه الندوات وخلال هذه المؤتمرات الطبية سيكون هناك بالطبع خبراء في جميع المجالات الطبية، وأيضا بمشاركة الشباب سواء من القارة الإفريقية أو من مصر لعرض الأفكار المتنوعة. وبالطبع سنتابع على مدار 3 أيام اليوم ويومين آخرين آخر التطورات في هذا المعرض والمؤتمر الأول من نوعه في القارة الإفريقية. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.